الهدية أكثر من مميزة، الوجهة إلى شمال لبنان، تحديداً لمنطقة الأرز اللي بترتفع عن سطح البحر حوالي 2000 متر. يعني المشوار على الجبل وسط طبيعة هادية ألهمت العديد من الكتاب والشعراء من العالم، أبرزهم ابن هالمنطقة الأديب اللبناني جبران خليل جبران. بين الجبال الشاهقة اللي بغطيها التلج وشجر الأرز المعمر والطبيعة الخلابة، العطلة رح تكون جنات عمد النظر. ما في أحلى من استقبال سنة جديدة باللون الأبيض، فألف مبروك.